أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان كلامنا حول حديث منصور ابن حازم وهو من ثقات اصحاب الامام الصادق عليه الصلاه والسلام حيث حاجج بعض الناس في مسائل تخص النبوه والامامه والامام عليه الصلاه والسلام حينما سمع كلامه اقره على كلامه وذكر ان هذا الكلام صحيح بالإقرار لذلك الكلام. وصلنا إلى هذا المقطع أن الإنسان إذا طلب الأنبياء عرفهم، لماذا؟ لأن الأنبياء يمتلكون المعاجز، ويمتلكون العلم، فإذا هذا الإنسان من عامه الناس او من خاصتهم فراى معجزه يعلم علم اليقين بانها معجزه لا يمكن لبشر ان ياتي بها من عند نفسه سواء كان من عوام الناس او خواصهم وكذلك العلم المنطق الصحيح الذي ينفذ الى فطره الانسان لا مغالطه فيه الانبياء يمتلكون هذا المنطق ولذلك يحاججون الناس بالمنطق السليم المنطق الذي ينفذ الى الفطره احيانا الانسان يغالط باطل بصورة حق زين الإنسان الآخر عندما يسمع هذا الكلام يعلم بفطرته الخلل في هذا الكلام هسه وين موطن الخلل قد لا يدركه لنحتاج يحتاج لشوية تأمل وتفكر وعلم زائد أحيانا نحن نسمع كلام هذا يتفق على كثير لكثير منا يسمع كلام يشعر بأن هذا الكلام مو صحيح هذا في الواقع شعور فطري لأن الله سبحانه وتعالى ركب في كل إنسان فطرة سليمة عن طريق تلك الفطرة يكتشف الحقائق ونفسه تنفر من الباطل لكن شنو هو وجه الخلل يمكن ما يدركه لكن إذا كان كلام صحيح بفطرته يدرك صحة هذا الكلام فإذا إذا الإنسان طلب الأنبياء وصل إليهم لا بد أن يذعن بنبوتهم إما عن طريق المعجزات أو عن طريق العلم الذي حباهم الله إياه لا يمكن أن يذهب إنسان الى نبي من الانبياء ولا يقتنع بصحه كلامه وصحه ادعائه. نعم قد يكون معاندا لا يظهر ذلك ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، يمكن. فرعون وال فرعون وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم. عندما راوا معاجز موسى على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام علموا بانها معاجز من قبل الله سبحانه وتعالى وحتى موسى يقول لفرعون: لقد علمت ما انزل هؤلاء الا الله سبحانه وتعالى انت تدري لكن ظلما وعلوا تنكر كذلك المشركون في مكه حينما كان الرسول صلى الله عليه واله يتلو القران او يريهم معاجز اخرى كانوا يعلمون بصحه ادعائه وانها معاجز لكن كانوا يقولون انها سحر اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا اية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر فالحجة تامة عليهم زين الله سبحانه وتعالى أرسل هذا النبي وأعطاه العلم والمعجزة النتيجة الطبيعية لذلك أن يطيعه الناس مو فقط يسمعون كلامه في أمان الله لا لازم يطيعوه الله سبحانه وتعالى يقول وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله والا لا معنى لارسال الرسل الا وجوب اطاعتهم فاذا لم تجب اطاعتهم كانت بعثتهم لغوه تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك زين هذا المقطع يرتبط بالنبوة زين الان ينتقل الى بحث الامامه ان هذا الحوار بين منصور بن حازم وبعض الناس بدأ بالتوحيد ثم استمر الى النبوه وختم البحث بالامامه. زين الرسول صلى الله عليه واله علمنا بعلمه بمعاجزه انه رسول من قبل الله سبحانه وتعالى. وهو الحجه الذي يجب ان يطاع. زين. الله سبحانه وتعالى اختار رسوله الى جواره. "وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، افان مت فهم الخالدون" وقال انك ميت وانهم ميتون. الرسول صلى الله عليه واله من حيث التركيب الجسديه بشر. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، لكن ميزه الله سبحانه وتعالى بالفضائل عصمه واعطاه الولايه التكوينيه والولايه التشريعيه واعطاه العلم والمعاجز وما الى ذلك، لكن من حيث التركيبه الجسديه بشر ومن الامور التي حتمها الله سبحانه وتعالى على البشر الموت وقهر عباده بالموت والفناء فالله سبحانه وتعالى قدر لرسوله سنوات في هذه الدنيا ثم اختاره الى جواره زين بعد الرسول شنو اجيال تاتي وتاتي وتاتي من بعد رحيل الرسول الاعظم صلى الله عليه واله في سنه 11 من الهجره لحد الان اكثر من 1400 عام أجيال كثيرة مليارات من البشر الرسول لم يبعث لناس زمانه الرسالة لم تكن خاصة بالناس الذين كانوا في زمان رسول الله محمد صلى الله عليه وآله هذه الرسالة مستمرة إلى يوم القيامة زين بعد الرسول من هو الحج على الخلق؟ العامة يقولون القرآن هذا من وين أخذه؟ من كلام عمر بن الخطاب قال حسبنا كتاب الله كتاب الله يكفينا لا نحتاج إلى شيء آخر في القضية المعروفة حينما دنت الوفاة من رسول الله صلى الله عليه واله وكان في فراش مرض الموت فقال ايتوني بدوات وقرطاس لاكتب لكم حديثا لن تضلوا بعدي ابدا طبعا هو هذا الحديث شنو هو تاكيد لحديث الثقلين لان من هاي العباره لن تضلوا بعدي ابدا نكتشف ان الرسول كان يريد ان يؤكد ما قاله في حديث الثقلين بهذا الكتاب "اني تارك فيكم الثقلين ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعترتي اهل بيتي" هذا الحديث المتواتر روته العامه في صحاحها ورواه الشيعه ايضا وروته الشيعه في كتبها حديث تواتره بين الفريقين كتاب الله وعترتي اهل بيتي بألفاظ مختلفة لأن الرسول لم يقله مرة واحدة وإنما قاله مرات متعددة وبألفاظ مختلفة بعبارات مختلفة حتى يتركز في أذهان الناس هسه بعضهم يقولون كتاب الله وسنتي لكنه حديث موضوع حديث ضعيف لا سند له هذا الحديث وضع مقابل كتاب الله وعترتي حتى في الصحاح الستة للعامة خمس مرات هذا الحديث مذكور بألفاظ مختلفة في صحيح مسلم عندهم وفي الصحاح الأخرى وفي كتبهم الأخرى متكرر بشكل متواتر بأسناد كثيرة فالرسول قال ايتوني بدوات وقرطاس لأكتب لكم حديثاً لا تضلوا بعدي ابدا او لن تضلوا بعدي ابدا. فقال عمر بن الخطاب: حسبنا كتاب الله. ليش قال حسبنا كتاب الله؟ لانه يدري ان هذا الحديث هو نفس حديث الثقلين. وفي بعض مرويات العامه في بعضها مذكور اسم عمر وفي بعضها لم يذكر اسمه وانما قالوا: قال رجل. ماذا قال؟ ان الرجل ليهجر. وبعض الاحيان مغيرين هذه العباره الى معناها غلب عليه الوجع. فرسول الله صلى الله عليه واله قال قوموا عني خلص طلعوا برا طردهم من المجلس لان بعد هذه الكلمه اذا كان يكتب كتاب كانوا يبدأون بابا بأن الرسول مثلا والعياذ بالله يهجر المهم كان ايصال الرساله والرسول بلغها انما عليك البلاغ اذا هذه الكلمه حسبنا كتاب الله هذه الكلمه هي اصلا تعارض القرآن الكريم القرآن هو يبين ان الرسول لازم يبينه وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون القران يحتاج الى بيان لان فيه ايات متشابهات فيه ايات منسوخه هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب يعني اصل الكتاب واخر متشابهات يتشابه معناها على جاهلها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. علم الكتاب من الله. والله سبحانه وتعالى ما كان ينزل ايه على القران من القران على الرسول صلى الله عليه واله بدون ان يبين معناها للرسول لان هذا عبث ولغو والله منزه عن العبث واللغو يرسل ايه معناها مو معلوم حتى الرسول هم لا يعرف معناه هذا لا يمكن فالله علم رسوله صلى الله عليه واله كل تفاصيل الكتاب زين احنا نجي بعد الرسول صلى الله عليه واله نشوف القرآن هل القرآن وحده بدون صنوه بدون الثقل الآخر هل يمكن الاستدلال به في كثير من الأحيان تشوف جميع الفرق الضالة يستدلون بالقرآن وكذلك الفرق الناجية فرق المسلمين كثيرة وفي الحديث معروف. عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال ستفترق امتي من بعدي 73 فرقه الفاظ مختلفه زين بعض هذه الفرق في الصدر الاول وبعضها ايضا في طول التاريخ تاسست ولعل بعض الفرق لا زالت لم تتاسس يمكن في المستقبل تتاسس على يد اهل الظلال والنفاق والشقاق زين هذه الفرق المختلفة ما من فرقة إلا وتستدل بالقرآن ليش لأن القرآن به متشابهات يجون يتمسكون بالمتشابهات بي ناسخ ومنسوخ يترك الناسخ يستدل بالمنسوخ فإذا إحنا نشوف أنه إذا القرآن وحدة تجيب للناس ولو أن القرآن هو نور وكتاب هداية لكن يحتاج الى ترجمان، يحتاج الى مفسر، يحتاج الى مبين كلاهما معا القرآن نور ولكن بعض الاحيان اكو غشاوة على ابصار الناس المفسر اللي هو الرسول صلى الله عليه واله واهل البيت عليهم الصلاة والسلام يزيلون هذه الغشاوة، هناك بعض الاحيان مغالطة البعض يقول احنا ما نحتاج الى الاحاديث في القران لان القران هو نور حس الاحاديث سواء من الرسول او من الائمه عليهم الصلاه والسلام هذا كلام ليس بصحيح لماذا لان القران صحيح هو نور لكن المشكله احنا بعض الاحيان اكو رين على قلوبنا اكو غشاوه على عيوننا لا نرى هذا النور مثل اعمى في الضحى في الزوال هذا الاعمى في الزوال يرى النور لا، المشكلة في النور، المشكلة في الشمس لا، المشكلة في عينه هذا. احيانا توجد غشاوة، الحديث يجي يزيل هذه الغشاوة، مو ان الحديث ينور القرآن، لا، القرآن أعلى من الحديث. لأن القرآن كلام الله والحديث كلام رسول الله. وطبعا كلام الله أعلى من كلام رسول الله هذا أمر واضح لكن الغشاوة الموجودة الحديث قد يزيلها إذن أنتو اللي تقولون بأنه القرآن هو الذي بعد الرسول صلى الله عليه وآله الحجة الوحيدة وحسبنا كتاب الله يقول نرى فإذا هو يخاصم به المرجئي والقدري والزنديق الذي لا يؤمن به حتى يغلب الرجال بخصومته، نشوف المرجئة يحتجون بالقرآن. القدرية يحتجون بالقرآن. الزنادقة الذين لا يعتقدون بالقرآن في مقام إلزام المسلمين يستدلون بالقرآن. وأحيانا الطرف من طيق يستعمل المغالطات بحيث أنه يتناقش مع ناس يسكتهم لأنه يستعمل المغالطة بطريقة لا يتمكنون من مجاراته فيها الآن أنت الآن في هذا العصر الحاضر هاي الفرق الإسلامية المختلفة اللي موجودة سواء أهل الحق أم أهل الباطل تشوف مثلا الشيعي والوهابي والأشعري والزيدي والإسماعيلي والمعتزلي و, و وما إلى ذلك من فرق سواء كثر أتباعها أو قل أتباعها ألا يستدلون بالقرآن كل واحد لإثبات صحة عقيدته ليش يستدل بالقرآن زين شلون يستدلون كلهم بالقرآن لأن هناك مغالطة بعض الأحيان من البعث فنظرت في القرآن فإذا هو يخاصم به المرجئي، المرجئه هؤلاء قوم من العامة أرجأوا العمل عن العقيدة، يقول إذا أنت عقيدتك سليمة خلاص أنت أهل الجنة. الإرجاء بمعنى التأخير. الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي. يعني إذا أنت تعتقد بالله وبالرسول وبالملائكة وبالكتب السماوية وبالرسل زين تعتقد بأصول الدين هسا صليت لو ما صليت صمت لو ما صمت حجيت لو ما حجيت فعلت كذا من الموبقات أو لم تفعل أنت من أهل الجنة خلاص لا تعذب أرجأوا العمل عن العقيدة أخروه مع ان القران يقول امنوا وعملوا الصالحات قرينان احنا بنعتقد بان الانسان لازم يكون لازم تكون عقيدته صحيحه لازم ولكن نعتقد بان عمله ايضا لازم يكون صحيح فاذا كانت عقيدته صحيحه وكان عمله سقيما هذا قد يعذب في القبر قد يعذب في القيامه، قد يعذب في نار جهنم قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لكن لمن يشاء وقد لا يشاء المغفره لعصاة المسلمين الا بعد ان يصفيهم من ذنوبهم بعذاب في الدنيا او في القبر او في الاخره. زين ذول المرجئة هكذا كانوا يعتقدون. بعدين قبح هذا الكلام وخلاء مخالفته للقرآن الكريم لأن القرآن دائما يقول آمنوا وعملوا الصالحات يقرنهم يقرنهما معاً. مو في آية واحدة في كثير من الآيات. وبعدين هذه الفكرة ترخص للناس في ارتكاب المعاصي قبح هذه الفكرة واضح جداً. لذلك المتأخرين من العامة اجوا ابتدعوا اصطلاحا جديدا للمرجئة لأنه شافوا علماءهم السابقين من المرجئة وقد كتب في التواريخ وفي الكتب أن فلان كان مرجئيا فلان كان مرجئيا فلان كان مرجئيا ما تمكنوا من إنكار أن هؤلاء من أهل الإرجاء لكن ابتدعوا اصطلاحا جديدا لينزهوا أولئك القدماء كيف؟ قالوا الارجاء بمعنى تاخير علي بن ابي طالب عليه السلام عن الخلفاء الثلاثة الذين سبقوه. يعني خلاف الشيعة الذين يقدمون عليا عليه السلام قالوا المرجئة من اخر عليا عن اولئك الثلاثة. طبعا هذا تفسير ليس بصحيح لانه جميع السنة يقولون بذلك يرجحون الثلاثة على علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام فليس خاصا بجماعة أو كذا أو بحيث أنه يذكر أن فلان مرجئي لأنه يؤخر علي بن أبي طالب مثلا على كل حال المرجئي حتى لو قبلنا هذا المعنى نشوف يستدل بالقرآن القدري أيضا يستدل بالقرآن هسه من هو القدري القدري يطلق على المفوضة وأيضا يطلق على المجبرة لكن أكثر إطلاقه على المفوضه المجبره الذين يعتقدون ان الانسان مجبور في اعماله وليس مخيرا يعني اذا واحد صلى هو مجبور في صلاته واذا واحد ترك الصلاه هو مجبور في تركه للصلاه هؤلاء مجبره وقد ذكرنا في بحوث سابقه لنا كانت في توحيد اهل البيت عليهم الصلاه والسلام بطلان الجبر ومنافاه للعدل لا يعقل أن يكون الإنسان مجبور على ارتكاب معصية ثم يعاقب على تلك المعصية لأن هذا من الظلم وما ربك بظلام للعبيد وعدنا مفوضة المفوضة يعتقدون أن أعمال الإنسان لا دخل للقضاء والقدر فيها إطلاقا وهذا أيضا باطل القضاء والقدر له دخل في أفعال الإنسان ولكن مع ذلك لا يكون جبر ليش لأن المقدمات إذا كانت متعددة إذا إحدى المقدمات كانت اختيارية العمل يكون اختياري مثلنا فيما مضى مثالا إذا واحد كتفه وسحبوه إلى مكان سحبا ألف خطوة سحبوه سحبا بالإجبار ما كان يتمكن من الامتناع وضعوه عند باب ذلك المكان أطلقوا سراحة تريد تدخل في هذا المكان تريد ترجع زين إذا هذا دخل في المكان هل دخوله باختياره؟ نعم مع أنه أكثر المقدمات يعني ألف خطوة كانت غير اختيارية لكن خطوة واحدة إذا كانت اختيارية العمل يكون اختياري زين إحنا الأعمال التي نقوم بها أن نصلي نصوم نحج مثلا نعمل الصالحات والعصاة مثلا يعصون الله سبحانه وتعالى بالمعاصي. هناك يوجد قضاء في كل افعال العباد، ويوجد قدر في كل افعال العباد. ولكن ايضا يوجد اختيار، يعني بعض المقدمات ليست باختيار الانسان، وبعض المقدمات باختيار الانسان، فالنتيجه العمل يكون باختيار الانسان. لكن ليس بمعنى انه لا قضاء ولا قدر في عمله. لذا الصحيح كما يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لا جبر ولا تفويض وإنما أمر بين الأمرين أنت بعض المقدمات ليست باختيارك وبعض المقدمات باختيارك لذا العمل يكون اختياري لذا إذا كان معصية العقاب عليه لا يكون ظلما زين نشوف القدري أيضا يستدل بالقرآن هسه سواء القدري كان من المفوضة أو كان من المجبرة والزنديق الذي لا يؤمن به الزنديق كلمة معربة هي بالأساس كلمة فارسية زندك ذول كانوا طائفة من المجوس الثنوية يتبعون رجلا يسمى زند أو زندك فهم بالأساس يعتقدون بإله الخير وإله الشر كسائر المجوس لكن عندما الكلمة عربت دخلت في اللغة العربية عربت إلى كلمة زنديق أريد بالكلمة من لا يعتقد بوجود الله يعني الملحد الآن يقال له ملحد يعني لا يعتقد بوجود الله زين الزنديق أيضا عندما يريد يحاجر المسلمين وينقض حجتهم يجيب القرآن يشوف الكل يستدل بالقرآن وذول اللي يستدلون استدلال مغالطي بحيث أنه يعجز الكثيرون عن مجاراتهم فهنا أنت تدري أن القرآن يحتاج إلى عدل كما خلفه الرسول صلى الله عليه وآله في الأمة إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما التمسك بهما مو بواحد منهم لانه لا يمكن التمسك باحدهما بدون التمسك بالاخر. يعني اذا واحد ترك احدهما ترك احدهما فقد ترك الاثنين. فعرفت ان القران فعرفت ان القران لا يكون حجه الا بقيم قيم يعني من يقوم بامر القران من بيان وتفسير و وت... وتأويل وتعريف الناسخ عن المنسوخ والعام عن الخاص وما إلى ذلك من الخصوصيات الموجودة في القرآن الكريم، والقرآن يشير إلى ذلك كما يقول في سورة فاطر الآية 32: "ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ليس المقصود رسم الكتاب القرآن وصلنا هذا القرآن الذي بين الدفتين وصلنا كما أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد محمد صلى الله عليه وآله بدون أي زيادة ونقيصة ولا حرف زائد ولا حرف ناقص الآن القرآن الذي بين أيدينا هو نفس نفسه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون زين هذا القرآن موجود بيد الجميع مو خاص بالذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى يعني الفسقة ألا يوجد قرآن في بيوتهم الآن تروح إلى فسقة المسلمين الكفرة أكو ناس كفرة يوجد القرآن في بيوتهم الآن القرآن يطبع بلغات كثيرة ويقتنيه حتى الكفار ملايين من النسخ تطبع. زين هل هؤلاء الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ كلا. فاذا ثم اورثنا الكتاب ليس المقصود رسم الكتاب. وانما كما ذكر المفسرون المقصود علم الكتاب. اي علم الكتاب هذا مو عام للجميع هذا خاص بالذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ذول العباد هم بالأساس ثلاث أصناف الذين اصطفاهم الله إحدى هذه الأصناف من عبادنا فمنهم يعني من العباد مو من الذين اصطفاهم لأن المصطفى لا يكون ظالما فمنهم يعني فمن العباد ظالم لنفسه نشوف ذول المسلمين الفسق هؤلاء قد ظلموا انفسهم بفسقهم هذا القسم الاول فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد يعني متوسط في العمل هذول المؤمنين من الناس ومنهم سابق بالخيرات باذن الله اللي هو الذين هم الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى سابق بالخيرات بإذن الله فثم أورثنا الكتاب يعني علم الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا زين ذول منهم هم الذين أورثهم الله سبحانه وتعالى علم الكتاب من بعد الرسول صلى الله عليه وآله ثم يعني بعد الرسول من هم هؤلاء احنا نروح نسأل الرسول صلى الله عليه وآله والجواب من الرسول في حديث الثقلين كما ذكرنا إني تارك فيكم الثقلين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي وفي بعض أح أحاديث الثقلين وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض القرآن وأهل البيت لا افتراق بينهما طبعا هذه الآية تدل على عصمة أهل البيت لماذا؟ لأن الإنسان إذا أخطأ إذا عصى لقد افترق عن القرآن في عصيانه في خطئه لأن القرآن معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذا الذي لا يفترق عن القرآن يعني كل أعماله صحيحة لا خطأ فيها، لا عصيان فيها، زين اذا واحد كل اعماله صحيحه، لا خطأ فيها، لا عصيان فيها، يعني معصوم هذا المعصوم هو هذا، لا يخطئ لا يعصي. زين. علم الكتاب عند من؟ لما نتناقش بعض العامة واحد يقول ابن مسعود، واحد يقول عمر بن الخطاب، واحد يقول حذيفة بن اليمان. زين. نسألهم. هل هؤلاء يعلمون كل القرآن؟ لا لا أحد يدعي أن هؤلاء يعلمون كل القرآن والتاريخ أيضا أظهر أنه كانوا يسألون عن أمور من القرآن لا يعلمون حتى بعض الأحيان أفتى بعضهم بأمور خلاف القرآن فنبهته امرأة فقال كل النساء أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال فإذا لا يمكن أن يكون هؤلاء فمن نشوف الشخص الوحيد الذي ادعى انه يعلم كل علم القرآن يعني الرسول علمه. يعلم كل علم القرآن وفي طول تاريخه لم يسأل عن القرآن شيئا الا واجاب. ولم يذكر شيئا الا كان صحيحا، شخص واحد فقط بعد الرسول صلى الله عليه واله هو الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. الامام علي بن ابي طالب ومن بعد علي بن ومن بعد علي بن ابي طالب الائمه من اهل البيت هذا بتفصيل ان شاء الله نتركه الى حلقه قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين